بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على مواكبه هذا النشاط هذا اللي كتعرفوا المديريه الاقليميه الثانويه الاعداديه عبد العالي بن شقرون، واللي كيجي في اطار شراكه بين وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه مع جمعيه سبور ايديكاسيون سوليسيون على المستوى المركزي، واللي هي اليوم في اطار قافله كره القدم النسويه، واللي تقريبا استفدت منها جميع المديريات الاقليميه. اليوم هذه المحطه في مديريه اكادير يدا وتنان، واللي كتجي في الحقيقه في اطار تشجيع الرياضه في صفوف النساء بصفه عامه وكره القدم النسويه بصفه خاصه. وهادشي كيجي في اطار اولا تنزيل الاوراش والمشاريع ديال القانون الاطار 51/17، وعلى راسهم مشروع الحياه المدرسيه بصفه عامه. ايضا ياتي في سبيل اغناء اولا التجربه اللي عرفتها وزاره التربيه الوطنيه وعرفتها المديريه اكادير يدا وتنان على مستوى الثانوي والتاهيليه وسن التدشين فيما يخص مركز ديال الرياضه دراسه. هذا مشروع اللي مهم ومن المشاريع ذات الاولويه على المستوى القطاعي، واللي كيعرف احتضان مجموعه ديال الاوراش ديال الرياضه من كره القدم، كره الطائره، كره اليد، كره القدم، العدو الريفي الى غير ذلك، واللي عازمين ان شاء الله في نهايه هذه السنه ان شاء الله باقي غادي يكون واحد الجمع العام اللي غادي يحتضن جميع الانديه، جميع العصب في مختلف الاصناف الرياضيه ان شاء الله بما فيها الاصناف الرياضيه الشاطئيه والبحريه كالجيت سكي كالسورف كالكره جميع الانشطه ديال الكره الشاطئيه الى غير ذلك، واللي غيكون واحد اللقاء ان شاء الله اللي غادي نقدموا فيه واحد العرض تقييمي ديال انشطه المركز رياضه دراسه وباقي المراكز الرياضيه. وفي نفس الوقت غادي نشتغلوا على ادماج وانخراط ديال اصناف رياضيه جديده كيف قلت لكم، وفي اطار واللي غادي نشتغلوا على شراكات مع مجموعه ديال الانديه والعصب ان شاء الله على المستوى الجهوي ان شاء الله. وحنا الان في المحطه رقم 11 اللي تتهم مدينه اكادير، وتبارك الله كما تشوفوا هذا المهرجان منظم مزيان بالمعاونه مع الناس ديال اكادير، المؤطرين والاسيده ديال اكادير، والحمد لله كتشوفوا اقبال كبير من عند البنيات الصغار، وكتشوفوا جابوهم الامهات ديالهم والاباء، يعني ديجا كاينه واحد التشجيع وسونسيبيليزاسيون كنقولوا للبنيه انها تمارس كره القدم، وهذا هو الهدف الوحيد من هذه القافله اللي نظمتها الجامعه الملكيه. وشكرا. كيف كتشوفوا هنا لا بلوبار ديال لي زيكول جابوا هنا الوليدات التلميذات ديالهم بالخصوص على ود القافله اللي نظمتها قافله كره القدم النسويه اللي نظمتها الجامعه الملكيه لتشجيع وتطوير كره القدم النسويه. داز هنا داز كانوا الاجواء زوينين، عجبوا بزاف البنات. علاش؟ حيت كاين واحد لا ديفيرونس بين الحصه ديال السبور اللي كيديروا نورمالمون مره في السيمانه، كاين واحد لا ديفيرونس كبير حيت هنا خدمنا لي جو سكولير لي جو ريدوي، خدمنا لا كورديناسيون بجميع الانواع ديالو البالي الباركور سيركوي. يعني البنات خرجوا من هذاك النمط اللي كيعيشوا ديما، مثلا كيخدموا واحد السيكل كره القدم عندهم ولا كره السله كيبقى يخدمها واحد شهر ونص. هنا كاين واحد لا ديفيرونس، يعني ما اقتصروش على واحد ليكزيرسيس، مثلا كاينين هذا لي جو سكولير لا كورديناسيون لي زيكزيرسيس بزاف مختلف، ولكن كلهم عندهم لا غولاسيون بكره القدم. اليوم شاركنا في القافله النسويه لكره القدم في اطار تشجيع وتوزيع قاعده الممارسه النسويه في المحيط المدرسي. كما كتشوفوا التلاميذ ديالنا فرحانين وكيستافدوا اليوم من ناحيه قواعد كره القدم وكذلك جميع ما يخص كره القدم. امينه صالحان من مدرسه عبد العالي بن شقرون. اليوم استفدنا كيفاش نلعبوا كره، جري بالكره وشحال من حوايج، وكانت ان اكسبيريونس زوينه بزاف، وكنشكركم على هذه الاستضافه. انا سلمى من سلمى الغنيمي من مؤسسه عبد العالي بن شقرون. كنصح البنات اللي في عمر ديالي والبنات الصغار انهم يبدلوا الروتين ديالهم ويلعبوا كره القدم، كتحافظ لهم على اللياقه البدنيه ديالهم، وكره القدم ماشي غير تاع الدراري، حتى البنات كيلعبوا كره القدم. السلام عليكم، سميتني خديجه خنوش وكنقرا في مدرسه بن شقرون،
وصراحه كانت تجربه جميله جدا. يعني تعرفت على بنات ماشي من غير قسم، ولكن صراحه كانوا كيف بحال خوتي، ودوزنا وقيته زوينه. من بعد من فرقت عنا لا من فرق اخر، وكنشكرهم بزاف حيتاش كانوا معنا وشكرا على هذه الاستضافه. الوزاره ديالكم هي المشرفه في قطاع الرياضه، فبالتالي غادي تيسر وتسهل الانخراط الفعلي ديال جميع الفئات. ومي كتشوفوا المسؤولين يعني كيهتموا بكم، خاص تفرحوا. خاص تفرحوا، اما حنا ما كاينش اللي كنسوق لينا السيد. والله الحمد لله دابا تبارك الله. يلاه